حلوي رئيس جمعية فيدرالية ديال تكنولوجي وديال اتصالات وديال اوفشورينغ. اليوم لانسينا واحد لا كرياسيون ديال لا فيدراسيون ديال لافريك دي تكنولوجي، يعني شركات في التكنولوجي في المغرب وفي لافريك غيولوا يديروا العمل بيناتهم، يديروا البيزنس بيناتهم. يعني لا سيناتور اللي درنا مع شي مع الدولات لايك رواندا، نيجيريا، الكامرون، جيبوتي، كونغو برازافيل، حنا 8 ديال الدولات اللي درنا هذاك الشيء، والحمد لله غيكون هذاك الشيء بخير لاقاش غادي كثر العمل بيناتنا. هذاك الشيء اللي كاين، بارك الله فيك، شكرا.